مشاهدينا ينضم إلي عبر الهاتف السيد طارق النونو المستشار الإعلامي طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس. أرحب بك سيد طاهر. ما المتوفر لديكم من معلومات حول التهدئة التي تم الاتفاق عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني كان هناك على مدار الأيام الماضية جهود كبيرة ووسطاء تحركوا في هذا الموضوع، وكان هناك في النهاية المقترح المصري الذي يقضي بوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن يبدأ الساعة 2 من فجر الجمعة 21 من مايو لهذا العام، وهو ما استجابت إليه الحركة وأكدت أنها ملتزمة بهذا الاتفاق ما التزم به الاحتلال الإسرائيلي. طيب، وماذا عن يعني أهداف المعركة التي انطلقت من أجلها المقاومة؟ نستطيع أن نقول أن المقاومة حققت أهدافها منذ اللحظة الأولى للمعركة وزيادة. المشهد الذي رأيناه على مدى الأرض الفلسطينية وخارج الأرض الفلسطينية من حالة التضامن، من حالة الثورة، هذه الهبة التي حدثت في داخل الأرض المحتلة عام 48، في الضفة المحتلة، في خارج فلسطين من أبناء الشعب الفلسطيني، في الخارج من محبي الشعب الفلسطيني، هذه المواقف في داخل الكونغرس الأمريكي المتغيرة، مشهدنا في شوارع لندن، كل هذا أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة، أعاد الحق الفلسطيني، طرح أسئلة أكبر من مجرد قضية اشتباك هنا وهناك وقضية وقف إطلاق النار، فتح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالاحتلال، بقضية القدس. الاحتلال الإسرائيلي وصلت إليه رسائل المقاومة كاملة، وبالتالي أزيلت أيضا الحدود السياسية والجغرافية بين أبناء الشعب في داخل الأرض المحتلة. لذلك نستطيع أن المقاومة أنجزت ليس فقط أهدافها وإنما حققت إنجازات استراتيجية من هذه المعركة. طيب، حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما كانت قد وضعت شروطا من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار، ومن أهم ربما هذه الشروط كانت موضوع القدس وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى. هل يعني من ضمن هذه الشروط، يعني من ضمن التزامات دولة الاحتلال الموافقة على هذه الشروط؟ قضية القدس كانت طوال الأيام الماضية هي القضية المركزية، وهي ستبقى القضية المركزية في كل الحوارات. قلت لك أن رسالة المقاومة وصلت واضحة، خاصة أيضا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فيما يتعلق بالقدس، فيما يتعلق بالشيخ جراح. نحن الآن وفي هذه الساعات المتقية واللحظات الفاصلة ما بين الموضوع موعد سريان التهدئة، نستطيع أن نقول فقط أن هناك الموعد سيبدأ، ثم سيكون هناك بإذن الله كلمة لرئيس المكتب السياسي. نعم. يا الأستاذ إسماعيل هنية يخاطب فيه الجمهور الفلسطيني، يخاطب فيه الجمهور العربي والإسلامي وكل محبي الشعب الفلسطيني، ويتحدث عن الكثير فيما يتعلق بهذه المعركة ونتائجها الاستراتيجية. طيب، ما هي شروط دولة الاحتلال في هذه التهدئة؟ لم يكن هناك، كان الاتفاق هو وقف إطلاق النار دون شروط للاحتلال. دون شروط للاحتلال، ولكن بشروط للمقاومة؟ دعني أقول عندما نتحدث عن التفاصيل سنتحدث عن كل شيء. أشكرك جزيلا سيد طاهر النونو القيادي في حركة حماس والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.